حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا ازال احب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم اشد امتي على الدجال وكانت فيهم سبيه عند عائشه فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل وجاءت صداقاتهم فقال هذه صداقات قوم او قومي